مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. بس يعني بجد يعني انا سعيده جدا وانا قلت احنا اللي ضيوف، احنا اللي ضيوف عندك لان ده بيتك. ده بيتك طبعا. انا جزء من هذا المبنى. انا بعتبر نفسي حياتي هذا المبنى. دخلت وانا عندي 23 سنه في اول يوم افتتاح. دخلت بقى ايه في الستين؟ دخلت 60 سنه، 60 يوم 23 يونيو 60 اول يوم ادخل المبنى. وكان طبعا ما فيش حاجه خالص طبعا. انا وعزت رحمه الله عليه والمخرج الكبير احمد توفيق وكان احمد طنط، بس ليله الافتتاح كان احمد توفيق هو المدير الاستوديو ساعتها. يعني كان استوديو ايه يا استاذ؟ استوديو واحد، ما كانش فيه غير واحد. استوديو واحد بس، بس ما كانش لسه استوديو 10 ده موجود طبعا. مثلت فيه كتير بس هنرجع له احنا عايزين فيه. واحد كان فيه استوديو واحد واربعه فقط في المبنى، بس اربعه بنذيع منه نشرات الاخبار فقط. بالظبط. وبعدين وكانت هي نشره واحده ولا نشرتين؟ لا كان، لانه كان بيبدا بعد الظهر التلفزيون. هو 9 برضه و6 موجود. لا كان موجود 6 و9 شيء اساسي جدا في هذا المبنى. يعني فكان استوديو 4 ده خاص بالاخبار والبرامج الايه الصغيره، التوك شو الصغيره. طب قول لي لو انت داخل كده وانت ماشي تلفزيون مصر بقى، حسيت ان انت هتبقى رشوان توفيق؟ انت كنت لسه الشاب الصغير، كنت خلصت البكالوريوس طبعا المعهد وتخرجت وحصلت على درجة البكالوريوس. لكن كنت حاسس انك هتبقى رشوان توفيق؟ لا، هو انا حياتي كلها كفاح بشرف. صح. يعني ربنا تبارك وتعالى اكرمنا بالتلفزيون. لان كان خريج المعهد العالي في المسرحية كلهم بيشتغلوا في وظائف في مصالح حكومية، وهم خارج مع التمثيل بالثانوية عامة. مع التمثيل ما حدش بياخده كمان، يعني مش مهمة بالنسبة لهم. فالتلفزيون هو النور اللي ربنا بعته لنا عشان ينقذ هذه الأجيال. فإحنا كان حظنا السعيد إن أنا اتعينت 23 يوليو، كنت في المبنى، اشتغلت بقى مدير استوديو، اشتغلت مساعد مخرج لكمال أبو العيلة. كل اللي بشتغله على فكرة بميتي، بس